مشاهدي الأشواق اللقاء الحصري الخاص مع سي عبد الرحيم طالب مدرب الدفاع الحسني الجديدي. أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة ومرحبا، مبروك واشركم، مبروك رمضان، تحية خاصة لجميع الرياضيين خاصة جمهور الدفاع الحسني الجديدي. مرحبا سي طالب، بغينا تلخص لنا الموسم ديال فريق الدفاع الحسني الجديد، تقييم عبد الرحيم طالب المجموعة ككل والنتائج اللي تحققت هذا الموسم بالنسبة للبطولة. كنظن أن الموسم بالنسبة لي أنا كرجل تقني بالطبع الى احترمت عده معايير، عده اهداف مسطره من اخوان المكتب المسير، هو يعني موسم جيد مادام ان الفريق وصل الى نهايه كاس العرش. ونهايه كاس العرش كلشي يعرف القيمه المضافه من الناحيه التقنيه ولا التاريخيه للفريق، مادام ان المغرب كل الفرق بالطبع يشاركون وتيبقى الفريقين هما اللي ينالوا الشرف للمواجهه في هذاك العرس الرياضي امام العائله الملكيه، امام الملايين ديال المتتبعين. كان الفريق جيد في هذه المقابله، تعادل فريق كبير هو فريق الرجاء، فريق القاب، فريق يعني عنده تاريخ يعني وثقافه ديال الالقاب. كنا حاضرين تقنيا تكتيكيا وبدنيا، خانتنا التجارب في الضربه الثابته، ولكن ربحنا الاحترام اولا ويعني والاحترام يعني الاعتراف ديال جميع المحللين عبر يعني القاره السمراء ولا عبر يعني الاخوه العرب او داخل المغرب، وهذا هو اللي كان عطانا دفعه معنويه ان الفريق احسسنا بانه يعني سيكون يعني قويا في المسار ديالو ولا سيما في الاقصائيات الشامبيونز ليغ او الدوري يعني اللي هو هذه السنه كان صعب وصعب جدا. بالطبع دخلنا غمار البطوله الافريقيه، تاهلنا رغم ان الكل كان يظن اننا سنقصى من طرف فيتا كلوب، اللي كلشي كيعرف فيتا كلوب فريق قوي، ودخلنا لاول مره في تاريخ الفريق الجديدي وثاني فريق مغربي يدخل الى دوري المجموعات من بابه الواسع، وكان هذا بالطبع انجاز اللي لابد ان نستغلوه في يعني في المحطات القادمه. اما بيخص دوري، رغم اننا كنا معولين بان نكونوا يعني في طابور مقدمه، والعقد ديالنا كان في اربع الاماكن الاولى، المرتبه الخامسه لا تشفي الغليل ديال فريق الجمهور الجديد، صحيح، ولكن حنا كان عندنا كتقنيين وقريبين وعرفين بخبايا الفريق اننا كنا نستحق احسن، ولكن لم نرحم من يعني البرمجه، برمجتنا لقاءات قويه في ايام قليله، فما كانش عندنا وسائل باش نرجعوا للطراوه البدنيه، الاصابات ديال ست خمس لاعبين في اخر الدوري في اماكن حساسه، ملي كنشوفوا بوعمر، كنشوفوا الوردي، كنشوفوا حسناوي، كنشوفوا نقا احداد كسر في اليد، فهذو كلهم لاعبين اللي عندهم قيمه مضافه لا من ناحيه التقنيه ولا من ناحيه الذهنيه، ولكن رغم هذا بقينا دائما حاضرين. جبنا 13 مقابله ديال الفوز، 10 ديال التعادلات، 7 الهزائم اللي ما كناش كنتظروها بالتوكل، فجات اخطاء فرديه. بالطبع كمدرب احنا عندنا تقييم يعني علمي على كل لاعب وعلى الاخطاء اللي كيدير لا من الناحيه الفرديه ولا الجماعيه، وهذا غادي حاولنا نجلسوا اللاعبين ونحسوا لهم بان لا يمكن اي لاعب ان يتاقلم مع اجواء الدرجه الاولى او يبلور في المعرفه البدنيه والتقنيه الا بالعمل الجدي والانضباط، وهذا هو اللي دخلنا في هذه الخانه هذه ما بعد البطوله، لان صحيح ان كنا نطلب اننا نكونوا من بين الاول او الثاني او الثالث لما لا، ولكن ملي كتصارع على 3 اهداف فمن الصعب ان تسير هذا الاهداف، لان تيبغى لك واحد التركيبه بشريه كبيره، تيبغى لك برمجه معقوله، تيبغي لك الصبر، تيبغي لك يعني عده اشياء اللي يمكن تساعدك باش توصل الهدف ديالك، ولا سيما الصبر. فاحنا لم نكن صبورين، لان الفريق شاب صغير عنده سنه باش ما نخلطوش الاوراق، لان السنه الفارطه كان 8 لاعبين غادروا النادي، هذه السنه هذه كاين لاعبين جدد كيبغي لهم الوقت للتجانس التقني التكتيكي والذهني داخل وخارج الملعب، ولكن الحمد لله ان الفريق يعني ماشي اني تنقول اللي قريب النادي، ولكن جميع المحللين خارج الوطن وداخل الوطن تيقولوا بان فريق جديد فريق المستقبل،
صغار السن ديال اللاعبين ديالو، عندنا واحد 4 ولا 5 لاعبين اساسيين باقيين فريق الامل، امل يعني ما كنقول امل ليس امل جديده، ما كندورو على نكا، كندورو على نضاي، كندورو على مصوبه. فهادو اللاعبين عندهم 19 سنه 20 سنه ماريو، تنحاولوا نقحموا مره لاعب محلي شاب، ولكن خص الوقت بحكم التجارب المتواضعه ديال 20 سنه ديال التدريب. فاللاعب الشاب يبغي لان يبلور المعارف ديالو ونقحمو بياخذ تجربه ويتناسى التخوف وياخذ الثقه ديال الجميع، لا طاقم تقني ولا جماهير. بالنسبه لتكلمتي على بالنسبه للشباب، الشباب مشكل كنلقاو كاين على المستوى الوطني يعني ماشي غير المستوى المحلي، كيفاش كيخدم طالب على الدراري ديال المدرسه خصوصا ابناء الفريق باش كيحاول يستعدهم اللي باش يكونوا هما لاعبين في المستقبل؟ خصوصا حنا ما شفناش شي لعبه قليل، كتشوف مثلا كمثال حمزه هنوري هو اللي بان مؤخرا في البطوله، كيفاش كتخدم مع الدراري باش كتوجدهم مستقبلا؟ اولا يجب على الجمهور ان يعرف ان اقحام لاعب خص اللاعب يكون عنده جميع المؤهلات البدنيه الذهنيه التقنيه باش يحمل القميص فريق جديد. فلهذا حنا كنشتغلوا عليهم، لان فريق جديد الان يلاه خدينا مركز التكوين، مركز التكوين ما يمكنش يعطيك اليوم، لان خدينا اطفال 13 سنه اللي غيعطيو منها 5-6 سنوات. فهناك واحد التجانس بيني وبين السي درداني وبين المدير الفني ديال التقني ديال الفريق الجديد باش كنشوفوا الفريق الامل او الاسبوار، وكنشوفوا احسن لاعبين في اماكن حساسه واش يمكن يواصلوا يعني الايقاع ديال الدرجه الاولى او لا. فلهذا هناك تقييم بدني تقني فني، فلقينا ان هناك 5 لاعبين اللي عندهم المؤهلات باش يحملوا القميص، ولكن ماشي دابا. فهناك صحيح ان الجمهور يطالب ابن البلد، وهذه خطا، لان كره القدم لا تؤمن بابن البلد اكثر ما تؤمن بالاعطاء داخل المستطيل. فهذا خطا يمكن اول مره كنسمعوا. انا دربت عده فرق لم اسمع هذا المنادات بابن البلاد ود البلاد، فكنظن هذا تجاوز، لان دخلنا شويه ديال العنصريه. فابن البلاد حنا كنا مغاربه، فالانسان كي يغادر البلاد ديالو كيجيك المدينه ديالك كيحمل القميص ديالك كيتفانى بالدفاع عن القميص، هذاك هو البلاد. اما باش نجيبو نقحمو عناصر لم تسقل بعد، فهذا يكون خطا مهني وخطا ديني وخطا تقني واحترافي. فلهذا المفروض ان نشجع الحاضر ونصبر على الاتي. فلهذا هذا بكل تواضع وكل شفافيه، وكيعرفوني انا ما كاينش لغه الخشب، لا يوجد هناك لاعب امل جاهز الان ان يحمل القميص وان يعطيك الفرق الا 3-4 عناصر. ملي كنشوف فتول الاصابات غيبته بعض المقابلات، او الان الحمد لله انه جاي في الطريق وغيكون جاهز. الهنوري السنه كلها هو مع المنتخب ديال الشبان في المعسكر بالرباط، ومن اللي جاني اخر الموسم في مارس او ضمن مارس او افريل، جا عنده كسر في الرجل ديالو اللي دا منه شهرين. من بعد الكسر خدا يعني لو بوا، دونك كان خصنا نحيدوا ليه بعض الكيلوات الزائده ونشتغلوا معاه بطريقه يعني احترافيه باش يرجع يعطينا قيمه مضافه. فلهذا هو جاي في الطريق بالطبع، حنا كنشوف فيه لاعب هداف المستقبل وراس حربه ديال المستقبل في الجديد. الاخرون شبان صغير بحال زرغات، بحال يعني ادم، بحال بن شاوي، فهذو لاعبين شبان صغار اللي مع الايام غياخذوا الاماكن ديالهم، ما خصناش نسرعوا عليهم. كنظن ان اللي كيدافع عليهم هما ابناء الحي او بعض الاشخاص اللي باغين ابن البلد بدون ما يعرفوا خطوره الموضوع. تنظن ان خصهم يراجعوا الاوراق ديالهم، لان ما يمكنش نقحموا لاعب مكان اخر الو وهذاك السيد اللي غنحيدو هو عنده مستوى عالي. ملي كنتكلموا على نكا، كنتكلموا على نضال، راه لاعبين دوليين، كاميروني ومورتان لاعبين دوليين في المنتخب ديالهم الاحترافي. ملي كنهضروا على مصوفا هداف الدوري التنزاني ومن احسن المهاجمين في المغرب، ملي كندوي على حداد الان كنشوفوا عده فرق اللي عندها ثقافه ديال الالقاب وثقافه ديال يعني الكره في افريقيا، كاس الزمالك وكفرق اوروبيه كتكلم على حداد. فما يمكنش تحيد واحد اللاعب اللي الانظار عليه وتجيب لاعب شاب صغير وتقحمو وحنا كنلعبوا على البوديوم. دونك خصنا نصبروا. انا راه كنت في 2004 وراء الصعود ديال الفريق، واشتغلنا بطريقه احترافيه وخلينا
لاعبين مدة 10 سنوات، 10 سنوات منهم حميدة، منهم بوفتيني، منهم احتريض ريح يلعب معايا، دونك لاعبين اللي صعصع، فهذو لاعبين اللي بقوا 10 سنوات، دونك إلا بقينا كنتسرعوا ما غادي نوجدوا حتى لاعب، ولا سيما أننا أي لاعب قحمناه إلا وكنسمعوا يعني بعض الانتقادات تخريبية في حق هذاك اللاعب، دونك فأنا تنظن أن خص الإنسان يصبر. هذه فارق ديال الجميع صحيح، فارق ديال الدكاله صحيح، فارق ديال الجريده صحيح، ولكن كره القدم لا تؤمن بان بلاد ولا اللاعب يعني البراني، فدونك حنا خصنا نرجعوا الاوراق ديالنا اللي دخل نشجعوا الشباب يصبروا المدينه ديالهم كره ديال المدينه الجديده، وحنا رانا اشارتهم في اي مشكل الى بغوا يسولوا. دونك ما حدنا كنتكلموا بالفوارق بين اللاعب المحلي واللاعب الاجنبي، من خلال مسيرتك انت في الملاعب المغرب الوطنيه وحتى العالميه على يعني الشرق الاوسط، شنو اللي كيخلي اللاعب الافريقي بصفه خاصه كيكون وجد ولا كينضج قبل اللاعب المغربي بسرعه؟ يعني بحال مثلا فابريس نغار لاعب صغير تشوف مقاومات كبيره مؤخرا، لعب اول مباراه ديالو مع المنتخب ديالو خلال شنو المشكل اللي كاين؟ هو حنا نرجعوا يعني التكوين، فاللاعب المغربي كانت كتكون في الشارع، فهذاك الفضاءات اللي كنا كنستغلوها كلاعبين وكنبلغوا المعارف ديال التقنيه الفرديه وحتى البدنيه ولا الدينيه، الانسان كان متفرغ للكره ولا الدراسه، فكنشوفوا الان فقدت هذه المساحات، فاللاعب المحلي ولا كيتعلم ولا كياخذ لغه كرويه اليه، ما يسمى ان فوتبول روبوتيك، ملي كيجيك ما بقاش هذوك المهارات الفرديه اللي كنا كنلقاو، ذاك اللاعب اللي عنده الكره فطريه في الذات ديالو في الجسم ديالو ما بقاش، ملي كي الاطور اللي كانوا كيشرفوا علينا حنايا وكانوا خداو يعني التكوين على ايادي مدربين عندهم كفاءه عاليه فرنسيين، مادام اننا خرجنا من 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 المستعمرين وخلاو واحد الثقافه ديال العمل، الان ولينا كنشتغلوا مع الصغار بالعشوائيه، ما كاينش دو كرون كادر الا مؤخرا ملي عرفنا الخلل بدينا كنخلقوا يعني مدارس التكوين، ومن ذاك كنخلقوا اطر بطريقه اكاديميه، دونك خصنا نتسناو باش نلقاو اللاعب المحلي في مستوى عالي، وما نبقاش نستغلوا المجيء ديال اللاعب يعني الاجنبي. المشكل الثاني هو ان اللاعب المحلي ما بقاش كيعطي كره الراس ديالو لكره القدم او الدراسه او المستقبل اكثر ما كيعطي راس ديالو التفاهات، ما هو فيسبوك، ما هو يعني فهذا هو المشكل اللي كاين في المغرب. اللاعب الشاب الصغير ما بقاش عنده اهداف في اي شيء، انا كمدرس كاستاذ ادرس في القسم، اللاعب يعني الطفل او يعني التلميذ الان ما بقاش على المستوى ديال لا جينيراسيون ديال 1980 85 86، الان ولا طائش عقليا، ما بقاش باغي يتعلم، عنده داك الكومبلكس ديال سيغمو بانه احسن واحد، بانه عارف كل شيء، ما بقاش داك يعني التواضع باش يسمع اكبر منه، ما بقاش الاحترام، ما بقاش الاخلاق، وهذا هو مشكل كبير في المجتمع ككل، ما غير الرياضه هي واحد الصوره مصغره من المجتمع ديالنا. دونك ملي كيجيك اللاعب كيفكر اكثر في الشارع من التدريب، كيدرب معك هو تيشوف الساعه ديالو كيتسناو اصدقاء خصو يقصر معاهم بالليل، اللاعب ولا كيمشي للشيشه ولا كيفكر في الماديات ولا كيجيب معاه السمسار ديالو ماناجين ديالو يدرس الراتب اكثر ما يدرس يعني المهارات الفرديه ديالو، ولا داروا به لونتوراج ديالو خرجوا من الطريق الصحيح، فاوتوماتيكمون هو اللاعب المحلي ما بقيناش كنلقاو ذاك اللاعب اللي كنا هو كيجي عندنا اكثر ما نقلبوا عليه، فلهذا خص واحد المراجعه الاوراق من جميع النواحي، ولا سيما الناس اللي كتخرب، لان هناك كتخرب الجميع، كتخرب الشباب، كديهم الطريق الغير صحيح، مستغله الفيسبوك، وهذا مرض في المغرب الاول الان، وانا تنقولها يعني بعلانية، كرة القدم والرياضة عامة والمغرب الآن في واحد الطريق غير صحيح، مادام أن هناك أشخاص يستغلون ما هو يسمى بفيسبوك للتضليل وإخباء الحقيقة ودفع الشباب إلى الهوية، وهذا هو مشكل في المغرب. دونك حنا أنا تنتكلم بغير بالطبع على الـ على الـ على, الـ على الوطن ديالي كمغربي، أنا المستقبل ديالي ما كنخافش عليه، الحمد لله أنا وصلت لذاك الشيء اللي بغيت ويعني الاهداف اللي كسترت كاستاذ جامعي كمدرب انا تنتكلم على اللي جي ورانا، هاد الشباب اليوم طائشين، لا يوجد هناك احترام ولا انضباط ولا اخلاق، تدخل ملعب تخاف ان تدرب او تلعب،
بحيث أن هناك أشخاص ينتظرون إلا أي فرصة للسب والشتم والقذف أي شيء تيخرجوا للتكسير. أش من الرياضة هذه؟ الرياضة اللي خصنا نفهمه أن الرياضة سمويان دو الوزير، يعني واحد الوقت الثالث كيكون عندي عمل ديالي الدراسة ديالي يوم لحد، بما أن تجتمع العائلات كيمشوا مثلا للسينما كيمشوا للمسرح كيمشوا للرياضة للترفيه وللتشجيع، يكون عندنا واحد الانتماء. والآن كنشوفوا ولا عندنا مقبرة في الملاعب، الناس كتموت في الملاعب، الناس كتسب تقذف تكسر، اش هاد الكرة هادي؟ دونك مراجعة الأوراق، محاربة الفساد هو الفساد، كنتكلموا على الفساد والفساد بدا من هادشي. دونك يجب أن نراجع أوراقنا إلا بغينا الرياضه عامه وكرة القدم خاصه تمشي في الطريق الصحيح. دونك سي طالب باش نقاو على المستوى الافريقي، مؤخرا الفريق تاهل دور المجموعات، لعب جوج ماتشات، الاول كان مع المغرب الجزائر والثاني كان مع مازيمبي هنايا في جديده. كان نظره اوليه على هذ الماتشات الاولين، نظره اوليه بالنسبه لك انت بالنسبه للشامبيونز ليغ؟ حنا اول شيء الحمد لله انا وصلنا لدور المجموعات، من وصلنا لدور المجموعات الهدف ديالنا وصلنا ليه. دونك تبقى كومون نيغوسي سي ماتش. هذوك لي ماتش الاول في الجزائر صحيح اننا كنا الاقوى والاحسن وكنا نفوزوا لولا خطا اولا تحكيمي، لان اللاعب حسناوي كان اصيب وخرج باش يرجع، الحكم تعمد باش ما نديروش تغيير وباش ما يدخلش اللاعب 7 دقائق عبر الفيديو. وفي هذاك الوقت استغلوا الفريق الخصم جدنا اصابه، ولكن كنا اقرب للفوز. ولكن بالنسبه لي انا لعبنا اعتد الفرق الجزائريه، لان تاريخ مدير كنتكلم على المديريه كتكلم على فريق ديال المنتخب، الجمهور 56 60 الف، كنهضر على شيء ثاني، فريق محترف في الجميع، ولكن قوة صعوبه مع الفريق الجديد. التعادل بالنسبه لي انا ايجابي رغم اننا كنا نفوزوا في هذا اللقاء. المقابله الثانيه 70 دقيقه ديال الجديده، 70 دقيقه احنا سيدنا اللقاء ضد فريق قوي، احسن فريق الان صنف هذا الاسبوع هذا انه احسن فريق افريقي، وتابعه فريق كبير هو الوداد ومن بعد فرق اخرى. دونك حنا لعبنا مع ما يوريكيب دافريك، هذاك الفريق باش فاز علينا، فاز علينا بالتجربه، انه فريق انتظرنا حنا، كان الحماس، كانت يعني الكره اللي كنا خصنا نسجلوها ما تسجلاتش، ولكن داخله في نطاق اللعبه. الوقت اللي طمعنا خطأنا سجلوا لنا اصابه، لان الفريق متمرس، اصابه جات علينا من الوقت الثاني خرجنا باش نلعبوا نسجلوا اصابه، تائبنا خطأين جوج ديال الاصابات. ولكن هذه مجموعه بطوله بين اربع فرق، مازال اربعه المقابلات، غنلعبوا الحظوظ ديالنا كامله ان شاء الله، لما لا نكونوا يعني بارمي لي دو كلوب لي دو زيكيب لي دخلوا يعني الربع النهائي. فبالنسبه لي تجربه ناجحه، رغم اننا كما قلت واجهنا فرق اعتد فرق بالتاريخ ديالهم بالثقافه ديالهم بالالقاب ديالهم، ولكن الجديده كانت حاضره من جميع النواحي، التي لا تدل على شيء اكثر ما تدل اننا يجب ان نشتغل اكثر ونكسب ثقه اكثر ونثق في مؤهلاتنا. دونك من خلال الجواب ديالك كنرى سي عبد الرحيم الطالب ان الفريق ما غيكتفيش فقط بالمشاركه. بالطبع حنا ما انا فريق جديد ما مسموحش لينا نقولوا غنشاركوا نخسروا، لا حنا غنلعبوا الادوار طلائيه، كنوجدوا فريق السنه القادمه ان شاء الله، لان السنه القادمه لما لا نلعبوا الحظوظ ديالنا، مازال ان هذا الفريق اللاعبين هذوك كلهم تمرسوا وخذوا التجربه الكافيه ضمن البطوله الوطنيه اللي واجهوها لاول مره. ملي كنشوفوا تكلمنا على نضاي، تكلمنا على نقا، تكلمنا على بلال ميكري، تكلمنا على مصوفا، فهذو لاعبين اللي قحمناهم جدد، فهما يعني نصف الحارس الفلاني، فهما يلاه كياخذوا التجربه ديال الدوري. فلهذا هاد السنه هذه ان شاء الله يكون حنا عرفنا الخطا الخلل اين يوجد، فكنقلبوا على بالطبع تزكيه هذوك الاماكن وان شاء الله يكون خير. دونك بالنسبه للتركيبه البشريه فرق الدفاع الجديدي، اللاعبين اللي كيضمهم لاعبين يعني دوزوا واحد الفتره في الفريق، يعني اكتسبوا واحد التجربه، معهم واحد الشباب اللي هما بطبيعة الحال أغلبهم أفارقة، كونوا واحد الهوية للفريق. واش مكتوبش عبد الرحيم الطالب أنه بهذه التركيبة كان الفريق يقدر يمشي أبعد مما هو عليه الآن؟ كنظن لو ما حنا نهضرو بالأرقام، طنجة فاز بالبطولة، لماذا؟ اللي كانت عندها الطراوة البدنية أقصيت من كأس العرش ضد فريق الجديدي وتفرغات للدوري، إذا كتلعب من مقابلة يوم الأحد الأحد، عندك كيف تصحح المشاكل ديالك التقنيه، كيف ترجع الطاوله البدنيه للاعبين، وكتدخل في تركيز المقابله القادمه. جديده لا، جديده كتلعب
الواجهة تركيز على الواجهة كأس العرش عشرة المقابلات زيادة، من بعد اوتوماتيكمون انت تخرج من كأس العرش كتدخل للدوري احد اربع الاعلام. ملي كتلعب حد اربع حد ما عندكش الوقت تصحح المشاكل ديالك، كتجي يلاه كترجع كتخدم لا ريكوبيراسيون، كتجي يوم يوم بعد مقابله كتحيد العيا لي ماساج لي سوان الدراري لي بليسي، من بعد كتدخل في مقابله دون تصحيح المشاكل ديالك لا بدنيا ولا التقنيه. وهذا التراكم ديال المقابلات خلال واحد الظرف ديال اربع اشهر هو اللي جعلنا وصلنا عده اصابات منهم بالغه، كان بعض اللاعبين اللي كان مفروض انه يديروا عمليات لولا الطاف يعني الالهيه اللي خلت اللاعبين يبقاو طرق الحديثه الطبيه ما داروش بحال الوردي ليغامون يعني بعمر ليغامون ليغامون خصهم عمليات، ولكن حنا صبرنا عليهم درنا طرق اخرى طبيه حديثه باش نربحوهم. احداد كسر في اليد في مقابله حاسمه امام طنجه خلاته بريك واحد 45 يوم، دونك زيدنا ناح كان عنده توعك في الركبه، زيد على طارق الساتي توعك في 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 الفخ ديالو، يعني الحراس طرد الحسناوي طرد اقردوم في يعني في الضمه ديال العداله، فهادو كلهم نتيجه على المقابلات لو كوميل دي ماتش. وهاد لي ماتش المشكل ديالهم اننا كنلعبوا في ارضيه صلبه في ارضيه محشوشه بطبيعي، دونك لو شونجمون ديال لي تيران حتى هي كتاثر، كتلعب في سينتيتيك كتلعب تيران تيران عادي كيخلق لك مشاكل لا بدنيه ولا ارهاقيه. وبالطبع كان هناك خصائص في واحد الاماكن فحنا كنهضرنا عليها، كاين بعض الاخطاء الفرديه اللي حدثنا 11 بوان 11 بوان ماشي سهله، دونك ولا سيما في اخر اربعه المقابلات الاخيره ملي كتجي تلعب الجمعه في الجزائر وكتدخل الحد والثلاث كتلعب مع طنجه، السبت كتلعب مع اكادير وكتدخل ثلاث تلعب مع سامبيونز ليغ وفي اخر الموسم من بعد واحد 45 مقابله، لا معقول بكل صراحه لا معقول ما يمكنش. ولا سيما ان اللاعبين كلهم مراقين وعندك اصابات وعندك غيابات، فانا تلعبات علينا شويه النتيجه رغم اننا تعادلنا مع طنجه بفريق بغينا نسميه فريق بي. هنا مشكل زيد على الغيابات بالجمه في المقابلات الاخيره، دونك كنظن ان 13 مقابله ديال الفوز رغم اننا نقصنا اربعه نقاط على طنجه، راه ماشي فرق العام اللي فات وصيف البطل ست نقاط على الوداد، هذا العام اربعه نقاط، دونك كان امكاننا لو كانوا بعض اللاعبين في واحد الاماكن ما بغيتش نقول اسماء في القمه العطاء ديالهم وساعدونا في هذاك الاماكن كنا نفوزوا، ولكن اخطاء يعني جات في واحد يعني اوقات عصيبه اثرت علينا سلبيا، ولكن عطاتنا درس باش نشوفوا الخير ان شاء الله في السنه القادمه. دونك غنتكلموا على التركيبه البشريه ديال الفريق ديال فتح الشمس، ديك سمعنا اخبار على ان احداد قريب انه انتقل من نادي الزمالك، في حاله ان الخبر غيكون صحيح وانتقل احمد احداد، شنو البديل اللي كاين في المخيله ديال صادق الرحيم بعلي؟ طبعا كطرف الان الناس خاصها تغير العقليه ديالها، لو فوتبول سي بلو سبيكتاكل، ماشي هو نجي نتفرج ونمشي ولا المسير يسير، راه ولات ان انفيستيسمون. دونك ملي كيكون عندك واحد كتشتغل عليه سنه كلها وكتبينو البريق ديال تيخ تيطلع تيسطع في البطوله كتجي واحد لوفر بجوج خصهم يستغلوا هذه الوضعيه للفريق من الناحيه الماديه ولا اللاعب. كتشوف ازارو الان من احسن المهاجمين في مصر، طبعا ربحاته الاهلي وربحوا المنتخب المغربي لولا الاصابه في الرجل ديالو كنتمنوا الشفاء لو لا خص يكون في المنتخب الان. ملي احداد الى جا عنده عرض انا لست ضده، تنظن ان الوحيد اللي يقدر يمشي لان عندنا عندي ثلاث اهداف هذه السنه، كاين كاس العرش كاين البطوله كاين الشامبيونز ليغ، كنظن الا مشى حنا بالطبع ما غنبقاوش مكتوب في الايادي، فحنا كاين واحد السيلول باش نجيبوا مهاجم من الصنف العالي، دونك ديجا اون كونتاكت منه كنتسناو المفاوضات تكون في صالح اللاعب باش يرحل، من بعد غنشوفوا اللاعب في المستوى العالي زيد على اماكن اخرى. كما قلت وانا ما نخبيش عندنا مشكل في حراسه المرمى، دونك خصنا حارس متمرس مستوى عالي باش يساعد هاد الشبان اللي عندنا لا اكداي ولا الفيلالي اللي باقيين الشبان صغار، الفيلالي جا من درجه ثانيه دونك خصو بوكو ترافاي هنا في الدماغ ديالو اكثر من هو تقني، من بعد تكون عنده الثقه من بعد يشتغل لانه باقي صغير 23 24 سنه عنده مستقبل في فيني اكداي نفس الشيء، شاب صغير ما يمكنش يتحمل واحد الوضعيه كبيره، دونك سي دو تري بون غارديان مي خصهم حارس اللي غيكون في المستوى باش يعطيهم ان بلوس. الكناني عنده مشكل، عنده كسر في الانف كسر في الاصبع ديالو، عنده مشكل في الراس ديالو، دونك حتى هو
يكون معنا في التأطير ديال اللاعبين ونحتاجينا راه مرحبا به مي سي تري بروموديال حارس اللي غيجي ياخذ قميص ويدخل يلعب دونك اسم بديل من بعد نقول لكم الاسم ديالكم بالنسبه لسعيد سناجي سناجي سفيني دونك جا لعب سو فورم دو بري جانا عنده مؤهلات بدنيه تقنيه ما تاقلمش سرعه مع اللاعبين دار مقابله جيده مع الفتح الرياضي من بعد وقع واحد فطور ما بقاش قدرت نعطيه الفرصه لانني عندي لاعبين رسميين ابناء النادي هما مصوبه اللي عنده 5 سنين وردي عنده 4 سنين احداد كانت عنده باقي 3 سنوات دونك بالنسبه لي لو بري ما كانش هو هذا كنفضل يكون لاعب محلي هو اللي خديت الهنوري المكان ديالو على سبيل الهنوري يمكن بعض الناس ما عجبوش الحال دخلته في مقابله ديال فيتاك ديال مازامبي يمشي يلعب دونك بعض الاشخاص مشاو بعيد تيقول بان بغينا نحرقوا الاوراق ديالو واش حنا جينا نحرقوا الاوراق راه مربي ما لعبش المباراه ديال الاسي لا في الاخر ديال المقابله لا ماشي لي بانكور بري تنقولوا تنعاودها ملي با كور بي 100% لعبتو مقابله كامله في فيتا كلوب لاكينا عطيتو الفرصه ديالو 80 دقيقه دونك تنجي كنشوفو في التداري كنشوفو في المقابلات كنجي نهبط للفريق الامان نشوفو لعب دونك خصو بزاف ديال الترافاي سبيسيفيك باش يكون داك المهاجم اللي غيدخل وكلشي يصفق عليه وهو يثق في راسو دونك خصو ترافاي سبيسيفيك اللي حنا كنشتغلو عليه عين الناس خصها تتناسى هاد العقليه ديال ولد البلاد نحرقو حنا ما جيناش نحرقو عباد الله انا الابن ديالي وانا اصلا ولد البلاد دونك انا نبغي ولد البلاد يلعب مي ما نظلمش ما كنظلمش وما عمرني نظلم على حساب المؤهلات الفرديه ديال اللاعب ملي كتشوف مصوبه اتاكون كتشوف ناح اتاكون كتشوف حداد دو اتوند خصو يتسنى دونك انا لعبتو كونتر باسكو جي بيزون دو لوي كنت محتاج ليه في ديك المقابله لان القائمه الطويله ديال اللاعبين ديال مازامبي اثرت سلبيا على حداد واثرت سلبيا على مصوبه اللي قاصر القائمه دونك خصني اتاكون اللي غادي يكون وسط هذوك المهاجمين باش استغل انا المهاجمين اللي صراحه فوسط ربيع ما مارشي جاتو دي زوكازيون حدا بون ضيعهم عادي في كره القدم ولكن انت ياخذ التجربه ديالو ولا سيما انه لاعب دولي في فريق الامان والشبان دونك هذه العقليه ديال ولد البلاد خصها تتمحى وهذه العقليه ديال لاحوا باش انا ما عندناش ديك العقليه الفكره حنا الحمد لله مربين منذ 30 سنه كندربوا كندرسوا دونك ما كاينش الفكر ديال بالعكس وتنظن ان الناس خصها تبعد منه وخصها تبعد من ولاد البلاد هذه نصيحه انا ما عنديش فرق انا ما كنشوفش الباسبور والكارت ناسيونال ديال من هذا كنشوف اللي غيعطيني ان بلوس في المقابله دونك ما عنديش هذا المبدا ديال هذا ولد البلاد هذا دوي معايا في التليفون هذا ما عندناش داك الشيء وما عمره يكون انا عندي ان ترافاي بروفيسيونيل بالضمير ديالي بالشخصيه ديالي بالكرامه ديالي كنمشي ديريكت المسائل والحمد لله حنا راه توت الصفر ماشي راه واحد كاديسي حنا 6 الناس كنشتغلوا مصلحه النادي دونك بركه من نبقى نخلقوا الاشاعات وكذب على والو اذا بغيتوا الفرقه تزين خص الواحد يحترم من خصاص كل واحد اللي يخدم الدور ديالو سي طالب دائما في التركيبه البشريه للفريق الحسن الجديدي ماريو برنا ماريو لاعب واعد لاعب عنده مهارات فرديه ممتازه لاعب دولي 19 سنه دونك خصو يشتغل مش بزاف العام مشلاش لان خصو يشتغل بدنيا ولا تكتيكيا عنده مشكل تكتيكي كبير دونك بالنسبه لي انا خصني نغير له المكان ديالو بطريقه اللعب اللي كنلعبوا حنا خاصه توالم المؤهلات ديالو دونك جانا في واحد الوقت ما عندناش الوقت باش نشتغلوا معاه ولكن جاي في الطريق سعد قرو رجع مؤخرا بعد الاعاره دونك جلستو قبل يومين انا والاخوان تاع المكتب المسير سيبدا التدريب ديالو يوم الاثنين ان شاء الله بكل حب وفناء للفريق تعتمد عليه العام كل شهر طبعا لاعب الكرو لاعب من طينه اللاعبين الكبار دونك غير جا المكانه ديالو دابا ان شاء الله سي عبد الرحيم طالب نتكلموا العلاقه ديال طالب بالجمهور جمهور جديد شنو كيمثل لك؟ اولا الجمهور الجديد كيعرف عبد الرحيم منذ زمن بعيد احنا في 2004 لما جينا وصعدنا الفريق واشتغلنا مع 3 سنوات وخلينا فريق ديال 10 سنوات بقى واحد الاحترام واحد الحب متبادل في 2015 اتصلوا بيا الاخوان تاع المكتب المسير زياده على الجمهور الجديد كانوا كيتصلوا بيا لان الفريق كان في ورطه كان فريق اخر الترتيب 15 بوان 15 ماتش 18 بوان دونك ولا 15 بوان في 18 مقابله دونك بقى 12 مقابله كان خصني نجي رغم صعوبه المهام حبا في الجديده والانتماء الجديد
والعلاقه الاخويه مع الاخوه ديال الجامعه الجديديه ومضحينا جينا ربي سهل. وعندي دي فيديو اللي كيطالبوني بان وكيتكلموا بان الفريق اسقط، ولكن كنت وعدتهم بان الفريق غادي يسقط ووعدتهم بان الفريق سيغير جلده. الحمد لله السنه الاولى كانت او يعني الشهرين الاولى كانت البقاء، بقينا كما وعدتهم السنه الفارطه كنا وصيف البطل، لعبنا نصف نهائي كاس العرش. السنه الثالثه بالطبع لعبنا نهائي كاس العرش، دونك كاين واحد البروغري، لعبنا دخلنا المربع ديال الشامبيونز ليغ، دونك هذا سان بوان بوزيتيف. صوبنا فريق جيد، ما تنساوش ان سنتين متتاليتين حنا كنديو احسن هجوم. هاد السنه سجلنا 79 اصابه، ماشي سهله، 49 اصابه في البطوله، والباقي بين كاس افريقيا وكاس العرش، وهذا في حد ذاته ان غوكور. المشكل اللي كان عندنا هو دفاعي. حنا بون جبنا لاعبين اخرون باش يسدوا ديك الثغره. باقا العلاقه اخويه حميميه بينه وبين الجمهور الجديدي، احترمه واحترم القناعات ديالو، احترم الا هذوك الناس اللي تيخلقوا البلباله. انا ما كنا بالضبط، لن ارجع ولن ارى للوراء. انا اللي تيهمني هو الفريق ديالي، هو الثقه التامه ديال الاخوه المسيرين ديال الجمهور الحقيقي الجديدي. اما بعض الاشخاص طالب عندنا واحد التصريحات ديال بعض الجماهير، تسمعوا متطير الراي ديالك ان شاء الله. ما يخفى على الجميع رايي في طالب مدرب في المستوى، وبدون نفاق بدون مجامله، غير الحظ ما كيساعدش. كاين نزاعات هي اللي خلى المشكل، كاين في ما كاينش اللي مد يدو الفريق باش التعاون باش يحيدوا داك الخلل اللي كاين، حيت الجمهور مقلق على المدرب، مقلق على الكوميتي، مقلق على، ولكن ما لقيناش هذيك الناس بهذا المفهوم ديال الناس صحاب النوايا الحسنه اللي غيدخلوا بين هذا الجمهور وبين المدرب وبين اللاعبين ويعطيو صوره زوينه. علاش ناخذوا عبره بفريق اتحاد طنجه؟ مع كامل احتراماتي ليه وكنهني بهذا المنبر، راه دا البطوله تضافر الجهود كامله، فيها مدرب، فيها لاعبين، فيها جمهور اللي دفع الفريق اللي زاد القدام. ومن هذا المنبر كنبغي نطلب كاع جديدين يوجدوا راسهم ان شاء الله المقابلات ديال الجزائر هنا بالضبط في مدينه الجديده. ولا رجع الجمهور، الا رجع الجمهور نتحداه غيولي يشجع من بعد وغيبغي طالب يبقى. هو احنا بغينا الدراري ديال ولاد البلاد هما اللي بغيناهم حنا يلعبوا كوره، يلعبوا معانا في جديده. طالب اخويا جاي من البراني، قهرنا هاد السيدات، من الاخر اخويا بغينا بن شيخ يرجع. المدرب طالب من المدربين الكبار اللي معروفين على صعيد الوطني، داز من فرق كبيره، قادر يعطي المزيد لهذا الفريق الدكالي. ولكن المشكل كنظنوا ماشي في المدرب، المشكل كيبقى في الاداره ديال الفريق الدفاع الحسني الجديدي، ماشي في اللاعبين، وماشي في الجمهور، وماشي في المدرب. يعني الجمهور ديال الدفاع الحسني الجديدي عارف باللي الكار ديال الدفاع هو اللي خاسر، علاش كيبقاو يبدلوا في الشيفور؟ السي طالب خاصو يغادر فريق الدفاع الحسني الجديدي، انت ما كيلعب لا على القاب لا على والو. كاين شي مرات في الماتشات في التغييرات ما كيكونوش في محلهم، المهم خاصو يمشي بحالو وصافي، ما خدامش الجديده. السي طالب تعليقك على كنشكرهم اولا على النقد ديالهم، لان الانسان اللي كيسمع دونك تيقرب اكثر لعده اشخاص اللي تيغيروا على الفرقه. صحيح كاين اللي قال الواقع وكاين اللي عسامة بكل صراحه. بون الواقع هو ان يجب التلاحم كما قال الاخوان الاولين، تنشكرهم بعد على الثقه، تنقول ان يجب ان يتلاحم الجميع، ان تكون جلسه مطولة أو مصغرة في أقرب وقت قبل بداية الدوري باش الكل شي يعرف أين هو الخلل، باش يكون واحد التلاعب بين الطاقم التقني ويكون بين الجمهور وبين الأخوة المسؤولين. كنتمنى تكون أقرب وقت باش يحيد الضباب اللي مفتعلينه بعض الأشخاص بكل صراحة. بالطبع الإخوان تيتكلموا على أننا نلعب ألقاب، هذا خطأ. عبد ربي عنده ألقاب كثيرة وكثيرة جدا، ويمكن أنا ممكن نلعب ألقاب مع النادي الوداد الرياضي البيضاوي. الأخ باقي صغير، مولد التسعينات، دونك ما عرفش طالب شكون هو،
ولكن بغيت نتكلم على راسي، ولكن خصو يعرف اننا فوز بكاس افريقيا، فوز بكاس العرب، سوبر كوب عرب، كوب افرو ازياتي جبناه من ايران، ربعة البطولات، ثلاثة كؤوس العرش، فيهم ما هو مساعد مدرب معيد مدني، وفيهم مدرب رسمي، و11 بطولة في الخليج، دونك راه كاين تاريخ ديال الألقاب. اللي تيبقى والألقاب اللي بغيت تلعبها راه خصك عندك فريق، فريق اللي موجود، دونك حنايا يلا كنوجدوا فريق ديال البطولة. الإخوان المكتب المسير تيوجدوا من الناحية اللوجستيكية، حنا كنوجدوا من الناحية التقنية، اللي تيبقى هو خص الجمهور يحضر. كما قالوا بعض الاخوان خصو الجمهور يجي يحضر يلعب يعني اللعب رقم 12 باش الفريق يكبر، الفريق باش يكبر ويجيب النتائج راه الجمهور. دونك حنا الا بقينا متلاحمين تنسينا جميع الاشياء اللي تشوش على الفريق ان شاء الله يكون الخير. دونك جميع الاخوان اللي التدخلات ديالو فيهم اللي على صواب اللي وفيهم اللي ما عرفش، اللي ما عرفش شنو المشكل. المشكل هو عادي كما قال الاخ لو عجبني اللي كنعرفو قريب للفرقه بزاف، المشكل هو دي الاشخاص خص تلعهم، خصنا نريحو نشوفو واش بغينا. والبطوله بغينا نلعبوها نلعبوها كلنا، راه ماشي انا غير نلعب على البطوله، انا راه عندي بطولات وتا الفريق الجزائري الصعود للدرجه او بالنسبه لي البطوله 2004 فاش طلعت الفرقه بالنسبه لي انا بطوله، بطوله الدرجه الثانيه. دونك الا اجتمعنا وتنسينا السب والشتم، لان ما يمكنش اللاعب يدخل في التسخينات وانتم كتسبوه، ما يمكنش، كاش بغيتي يعطيك؟ هذا مشكل كيعانوا منه جوج الفرق بالنسبه للحجم. لا ما عشتش هنا، فرق في المغرب غالبا. دربت الوداد تسع سنوات، دربت المغرب التطواني، دربت نهضة بركان، وداد فاسي، المغرب فاسي. الوداد كانت لم اسمع سبا وشتما في التسخينات. كانت عرضت الهجوم من طرف الجماهير ديال الوداد. ماشي التسخينات، كانوا يوم مقابله. هذاك مشكل اخر انا كنت عشت كنت فيه. دونك حنا والفرقه غادي في واحد السلسله نتائج ايجابيه. ما يمكنش اخ تيقول لك ولاد البلاد، راه سنهضروا على ولاد البلاد، هذا عنده شي ولد دربو بغى يلعب، راه ماشي هو اللي كيرب هو اللي كيمثل الجمهور الجديدي، الجمهور الجديدي راه كنشوفو انا يوميا في جديده عينه الجماهير فقط عينه. وتيهضروا على ولد البلاد، راه هذه الفكره خاطئه جدا. اولا انا ما جبت لعاب باش يعرفوها الناس، انا ما كنجيبش لعابه الا اللي محتاج ليه وراء اللاعبين الافارقه، جبتهم لان مشوا اربعه جبنا اربعه، جبنا بين المقري كلشي كيعرفو، جبنا وفقط الوردي وهاتو راه بدون مقابل، راه ماشي مشي شريناهم باش يفكروا تيقولوا ما جبناش لعبه بفلوس، جبنا لاعبين نهايه العقود ديالهم واستغليناهم حنايا وكنبينوهم. اشتغلنا مع عده لاعبين والحمد لله الفريق راه كلشي يحترم في المغرب، يحترم. اما نلعبوا على الالقاب راه ماشي دابا، نلعبوا على الالقاب الموسم المقبل ان شاء الله. انا بالطبع جوي لا سي لا بورسا، دونك انا الهدف الاساسي ديالي هو نكون الفرقه اللي غتلعب على البطوله باش يعرفوا الناس القاب. فريق بغى يدير البطوله كيقلب على لو بروفيل دونترينور اللي غيلعب 100 سنه، كيجيبوا 17 لاعب، واش جديده الا كاباب دو لو فير باش نتفقوا؟ اجي يا سيدي جيب لي 17 لاعب، عندك اسماء غتخسر 7 8 مليار باش تجيب لي هذوك اللاعبين، وملي غتسير البطوله ما يبقى لك حتى واحد، كلشي غيمشي وغتهبط الهويه وافيك دي كريدي اللي خصك تخلص. هذا هو المشكل اللي كاين. حنا بدوك اللاعبين الشبان، بدوك اللاعبين الصغار، ابناء النادي او غير النادي، كنحاولوا نوجدوا فرقه ونصارعوا ضد اعتاد الفرق، ولما لا واحد النهار ندور البطوله. دونك هذا هو الاوبجيكتيف. دونك اذا مشينا في هذا الطريق وتعاوننا جميع جديده ستكون بطله ان شاء الله في المستقبل، ولكن شريطه ان الكل يتجند لإحراز هذا الدوري اللي كيتم للجميع. دائما في الحديث عن الجمهور السنه الاخيره شاهدنا واحد العزوف كبير للجماهير، بالنسبه لك نتوما كواحد من القائمين على النادي، شنو المبادرات اللي تاخذتوا باش تحلوا هذه الازمه اللي بدات كتسالى ولكن كنظن انها مستمره، لانه على حسب ما التدور في المدينه، لانه هذه المقاطعه اللي استثنائيه دخلوا على قبل الشامبيونز ليغ ومباراه الاخرين، يعني مازال مستمره مادام المطالب ديالهم ما تحققتش. دونك شنو البوادر اللي غتكون؟ اللي كنسمع انا كاين بروبليم ديال كورفا سود. كورفا سود حنا كما قال السيد الرئيس اخر تدخل ديالو، دونك اذا كنت عندكم مشكل اما ما يمكنش نجيو نهار لحد نسبو، اجي نطريطو المشكل. حنا مستعدين كلنا ندخلوا في هذا المشكل هذا ونحاولوا نشوفوا الحل. كما قال السيد الرئيس اللي عنده شي مشكل نجي نهضروا عليه، باش نبقاو برا ونسمعوا الاشاعه ونقراو فيسبوك ونبداو نسبون ونخلطون ون اكيزيون لي جون.
ليس 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 معقول لانه الامن تيقول بانه تطبق تطبق القرارات ديال الاداره. الاداره تقول ما يمكنش الاداره تكتب ما امبوسيبل تكتبوا رساله تقول لهم ما بغيتش نعطيهم. علاش؟ حنا بالعكس انا بغيناهم يجيو ويحضروا فين بغاو يريحوا فين بغاو يريحوا في كيرواسي يريحوا الوسط يريحوا في شميسه. حنا راه بغيناهم يكونوا معانا كاع. ولكن المشكل مشكل امني وكنتمنى المسؤولين على هذا الجمهور يجالسوا الرئيس ومشيو معاهم. حنا عند الامن انا سوبري بارتي معاهم وشوفوا واحد الحل. دونك حنا قراب المونديال المغرب الحمد لله تاهل بعد 20 عام. تشكيله المنتخب كانت كاطر شنو النظره ديالك؟ كنظن ان عام جبار قام به المدرب الزميل رونار. المقابلات الاعداديه الان اولا تاهيل جاء على اعتاد الفرق الافريقيه. ثانيا طريقه اللعب واللي اتى انتباهي وان الفريق المغربي ما بقاش ذاك الفريق اللي كيدخل المقابله وينتظر الخصم ولا مع صفه الحكم هو اللي كيضغط على ما نسمي حنا بكلمه تقنيه انه يضغط عاليا ولو بريسينغ او عند الادفيرسير باش يدخلوا في لو دوت. والوقت اللي كناخذوا البالون سي لا اون كومونس ا اتاكي. وهذه طريقه حديثه كتر تربك الخصم دفاعيا وما كتخليش يبني. دونك الا مشينا بهذا النهج هذا باللاعب اللي عندنا اللي خذوا تجربه وتجانس منذ سنوات الفرقه عنده 6 سنين 7 سنين وهذه رساله للجمهور الجديد. راه ما يمكنش تبني فرقه في 6 شهور. دونك حنا عندنا 6 سنوات وخصينا كم من مره من عده تظاهرات باش وجدنا فرقه. دونك ما يمكنش تصوب ان بلا ديال البيض بلا ما تكسرو. راه خصك تكسر وتخسر اليوم باش تصوب فرقه. دونك الفريق المغربي راه عنده سنوات ديال تيوجدوا دو بريباراسيون. دابا حنا موجودين ان شاء الله لما لا ندخلوا الكاس العالم من باب واسع مع انتصار فوز على ايران ولما لا نفاجئوا البرتغال كما فزنا عليها 3-1 في 86 وندخلوا يعني الدور الثاني مع اسبانيا ان شاء الله. دونك ما غاديش نسولك على اللاعب الانترناسيونال تقريبا غنبقاو غير في اختصاص ديال اللاعب المحلي. شي لاعب محلي انت كتشوف فيه انه كيستحق المكانه ديالو في المنتخب هاد التظاهر هادي وما مشاش؟ كنظن اولا الاختيار ديال المدرب باش ما نغلطوش الراي العام. اي مدرب كيحط واحد لا ليست اون فونكسيون دي بوست. تيقول مثلا عندي 3 حراس هاهم يميور عندي بوست اريدرو كيجي فيه جوج لاعبين الا ما لقاش اريدرو الثاني تيقول نجيب واحد اللاعب اللي غيلعب لي اري غوش ويلعب لي اريدرو. دوك الاختيار راه مجبور عليه. مثلا هو مؤخرا دار واحد الفحص تقني المقابله الاولى ما عندوش هجوم اللي كيوصل للشبكه. دوك اوتوماتيكمون خدا الناصيري. شكون اللي مشى ضحيه هو بانون تعاطفوا مع الجميع لانه ابن الرجاء وابن يعني محلي. ولكن القناعه ديال المدرب راه هو المسؤول. دونك حنا اون طونك كونترينور اي اون طونك سبيكتاتور محبين ديال المنتخب المغربي يجب ان نشجع وان نثق في السيد اللي في المكان وننتظر اخر المقابلات باش ننتقدوا. اما باش ننتقدوا دابا قبل هذا ليس معقول. دونك حنا اوني لا بوغ اوبسيرفي اي جوجي ابري. حنا لو كونتري حنا اون جوج افون دوبسيرفي. دونك هو مسؤول عنده فريق ديالو. كاين واحد المشكل اخر اللي خصو يعرفوا الناس هو لي فيسيير. اللي عندي واحد التجانس ديال المستودع كنحافظ عليه. لكن واحد التجانس بين اللاعبين كنحافظ عليه باش نجيب واحد اللاعب ما يدخلش ليا في المنظومه التقنيه ومنظومه خارج التقنيه مثلا في لي فيسيير معزول كيخلق البلبله. هذا ما يمكنش يكون معايا. دونك واخا انتم كجمهور حنا اجمع كنشوفوا لاعب كبير خصو يكون ولكن الا دخل راه غادي يبلبل لي لي فيسيير. نعطيكم احسن مثال هو غارديولا مع ابراموفيتش غارديولا مع ايتو لاعبين كبار هدافين. قال لهم انا جو نو با دو بيرتيوباتور. ما نبغيش واحد اللي غيزعزع عليا الاستقرار ديال المستودع وازالهم والفريق راه مشى وفاز بعده بطولات. دونك كاين دي زوبجيكتيف تراسي بار لونترينور كيل فو ريسبكتي. حنا خصنا نحترموهم. كرة القدم كما قلت هي لعبة سي فري شعبيه كلشي كيتكلم فيها كلشي كيهضر على كيهضروا على التغييرات. كاين اللي ما عندوش ماضي كروي ما يلعبش كره وما درش اي مدرسه عنده قناعات شخصيه وكيبغي المدرب يديرها. ولا جينا ناخذوا واحد التقرير ديال جميع الجماهير اللي كتحضر وكل واحد يعطيك تشكيله. انا يعني بحكم تجربتي المتواضعه ديال 26 عام ديال التدريب مره طلبت من الاخوان يعطوني خمسه الناس. قلت لهم هانتوما عطوني التشكيله ونشوفوا شكون يمكن انا غلطان. هما 17 لاعب اللي عطوني انا طلبت 10 هما عطوني 17 بيناتهم كل واحد خذ ورقه وكتب تشكيله. قلت لهم انتوما عطيتو 17 كيف غندير انا؟
انا كمسؤول دونك خصنا نتعلاو شويه على هذه الوضعيه هذه بدا تدخلوا في كل شيء كل اللي كيهضر في سيستيم 3 5 2 4 4 2 ولو سيستيم راه ايلي بوزي والفرق بين سيستيم سيستيم هو التنشيط نقدر نحط 5 لور كان التنشيط تكون مغاير هنا في الجيلات كيلعب 3 5 2 وانا عم نلعب 3 5 2 دونك ديجا ما عارفينش باش نلعب وما يمكنش نفصح به لان غادي نفضح راسي مع الفرق اخرى انا نتكلم معك اني بالسيستم باش كنلعب راه جبت 49 بيت راه احسن هجوم في المغرب سنتين دونك عندي مشكل دفاعي تزادوا لي 6 البيوت هذا العام لان عندي مشكل دفاعي خصنا نعرفوا اما باش نتكلموا في لو سيستم ونتكلموا على شوا دي جوار ونتكلموا هذا خصو يلعب ما يلعبش واجي خذ المدرب كاع انت درنوا هنينا احنا هذه المهنه هذه دونك سي طالب قبل ما نختموا الحوار كلمه للجمهور الجديد انا بكل صراحه في اخر مشوار ديالي في اخر مشوار ديالي في الكرويين لان تظن ان انتي بالطبع ان عشت عده محاين صحيح انني عشت ارقى الايام ديالي مع عده فرق ومنهم جديده سنة السعود والسنتين اللي كنا فيها في سميتها ولكن واحد الوقت كتقول اكوا بون كونتيني فهمتي كتولي عندك ناس نقاد حقودين بدون مبرر كوا بون تقول كاع نضحي انا و ديتريمون دو ما فامي دو ما سونتي كوا بون دونك تنظن ان السنوات الاخيره ديالي في التدريب هذه كنت نتمنى وباقي كنتمنى نعطي لهذ المدينه اللي انجبت الوالده ديالي والعائله ديالي وانا كبرت فيها وكنحس براسي وكنغير عليها من الفرق قلائل اللي كنغير عليهم ما كاع الفرق كنخدم معاهم احترافين والسلام عليكم جديده وبعض الفرق اللي كبرت فيها وترعرعت فيها وتعلمت فيها ابجد الكره كنغيروا عليها ومن بينهم جديده دونك كنتمنى نهدي للجمهور الجديدي هاد السنه هادي احد الالقاب ونكون عند حسن الظن ديال الثقه ديالهم وحتى الناس اللي كيشوشوا كنقول لهم منكم الضمير ديالكم منكم الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يعني اللي غادي يعطيكم هو اللي يعطيكم مدى الخطوره ديال العمل ديالكم لان الانسان كيتناسى ان من بعد الحياه كاين الموت من بعد الانسان كيسيء الاخو المسلم اش كيتسنى داك الشيء يمكن هما غادي يعرفوا داك الشيء من بعد اما انا ما عنديش مشكل بالعكس انا احترم الجمهور الجديد كما احترم مبادئي وشخصيتي وكنحترم كرامتي يمكن كيتقلقوا ملي كنرد الفعل ديالي نيجاتيف ولكن انا رسيكم صح انا تنقولها وتنعاودها ما يمكنش انسان يسيء ليا اليوم غدا نصبر عليه ما يمكنش انا عندي الكرامه ديالي وانا لست متسلط على هذا الميدان هذه الحمد لله راه استاذ لعبت الكره دربت اعداد الفرق ونجحت جميع الفرق اللي دربتها من جديده دونك ما نسمحش لبعض المتطفلين وبعض المتدخلين يبداو يسيئوني وانا نسكت ما يمكنش انا المغاربه انا عارفهم انا راه مغربي ملي كتكون معاه طيب وخلوق كيحقرك دونك انا ما يمكنش انسان يحقرني تكلم معايا باداب اخلاق نجوبك بغيت تعرف شي حاجه مرحبا بك الباب مفتوح حنا متواضعين الى اقصى درجه نحب المهنه ديالنا نحب المدينه نحب هذا البليزير ديالي في كره القدم دونك وليو باش نجي ندرب ونصيفط عباد الله نكتب فيسبوك اجي يهضر معايا جماعه ندير معاك الحل ولا تبين انا بعد اصلا انا الاخوان رؤساء جميع اشتغلت معهم تعرفوني انا امن بمبدا ديال الاحترام انا النهار اللي نلقى راسي انا ما قدرتش للجيله والو انا ما يمكنش نبرك انا ماشي متسليط ومحتاج كره القدم باش نعيش الحمد لله كل واحد عنده الرزق ديالو كل واحد عنده المبادئ ديالو انا جيت للجيده باسكو جيم سيت فيل كنحترم الجمهور الجديد عائلتي من هنا عطينا ان بلوس وعطينا التاريخ ديال سنتين اللي انا معاك جرت معاك دو زون دو طرافاي اجو درت عبد ربي الجديده هاد الفرقه اللي كتعيروها دابا اللي كنت كتعيروها راه صدعات وجابت الملايين الفرقه دونك ودخلت الخانه ديال الكبار دونك الا غتحس معايا تحس معايا سولو تيران اما باش ندرك وتصيفط واحد ودير فونو فيسبوك ديال السب انا تنقول لك اسمح لي دونك سي طالب الطاقم اشواق كيشكرك كيتمنى لك حظ سعيد على الحياه المهنيه والشخصيه وشكرا على تلبيه الدعوه شكرا اول الاستضافه لان بعض الاشخاص كيحوروا الكلام ديالي وكيبداو يديروا التريكاج باش يجبدوا انا راه تنقول لهم انا احترم الجمهور الجديده كما احترم جميع الناس المتدخلين ولكن شريطه ان احترم داخل وخارج الملعب ولن اسمح يوما ان تمس شخصيتي داكشي علاش كنرد انا سوي كوم سا جو شونج غي جامي الفوتبول من بوما سان بليزير سي فري انا جيم سو ميتي كنموت على هذا الميتي كنموت بفناء على في هذا الميدان هذا باش نعطي النهار اللي غادي قريبا النهار اللي غنحس براسي ما بقيتش قدرت نعطي ما يمكنش نشتغل انا مشيت لكم تصديق كيتسنى له صالير وكيتسنى الراتب المنحه التوقيع المنحه التوقيع ما كنعمر طلعت المنحه التوقيع كاع اصلا
يمكن تسولو تنجي تشتغل الصالير ديالي ما كنطلبوش عطاوهم عطاوش من بعد تنقول لهم انا جو لا بور طافايل دونك جو سي با بور لارجون جيت الجديده جيت بور دوني ان كو دو مان نتعاون مع فرقتي نضحي مع فرقتي يمكن نسول الاخوان المكسب كومون جو طافاي معاهم بدون حسابات ما كاينش بين الحسابات تنشتغل المدينه كنشتغل الفريق وكنتمنى بالطبع نوصلوا هاد لي ميساج للناس اللي كتبغي تخرب وكنوصلوا لي فري جيدي لي فري سيبورتير اننا اوني لا بور طافاي بركع واشركم بركع عندكم الى اللقاء. شكرا زماير اش وقع ان شاء الله لنا لقاء قادم شكرا للمتابعه. لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.